طيب، نقول بسم الله. احنا كنا المفروض ان احنا نبدأ، يعني احنا بنعمل لسه الريفيجن بتاعتنا. المفترض ان احنا ان شاء الله نبدأ نعمل بقى ريفيجن للسيلكت. احنا خلاص خلصنا كل المراجعة العامة اللي فات، فهنبدأ في السيلكت. فانا احاول نبقى اسرع ما يكون في الاول، لان الحاجات الاولانية المفترض ان هي سهلة، بس انا هقولها بالمرة بما انها يعني مش تاخد مننا وقت ان شاء الله. ان شاء الله يعني في الاسئلة هتبقى قليلة طبعا، فانا اتخيل انها تبقى الدنيا سريعة يعني. وبعد كده نبدأ نخش في التفاصيل بتاعتنا إن شاء الرحمن يعني. نبدأ الأباتشو ماي سيكول. تمام. طيب، احنا من الداتابيزس اللي عندنا كنا مجهزين داتابيز اسمها ايه؟ سكول. طيب، هي البيانات دي، وعايزين نبدا على الاس كيو ال ونكتب شويه كويريز عليها. طبعا احنا معروف عندنا ان احنا الجمله الاساسيه اللي هي سيلكت بتحط بعد سيلكت اسماء الفيلدز او الكولومز، خلاص ما بينهم كوما، او بتحط استرس بتبقى معناها الكل يعني. والجمله اللي بعد كده بتقول فروم، وبتقول اسم الايه، اسم التيب بتاعك كده، بتقول اسم الايه، اسم التيب بتاعك. فمثلا احنا لو جينا قلنا ديبارتمنت، فبقى سيلكت استرس فروم ديبارتمنت. انا مش عارف يعني، ماشي نحاول نجيبه من الليست في الاخر. قلت له جو، بعد يجيب لي كل البيانات اللي احنا مسجلينها في التيبل ده، ده العادي. طيب اخش على الاس كيو ال تاني واقول له طبعا في الماي اس كيو ال بيفضل انك ان هو بيحب يكتب مش سنجل كود دي على فكره، اللي هي حرف الزال دي، تمام؟ يحطها ما بين الايه؟ ما بين اسماء الفيلدز واسماء التيبلز وكده. فده يعني المعتاد في الماي اس كيو ال، رغم ان احنا كتبناها من غير يعني، ما كانتش شغاله، مفيش مشكله يعني. تمام؟ طيب. طبعا عندنا لما نيجي نحب نحدد كولومز، يعني لو حبينا نحدد كولومز من دول، فديبت ان هو كوما مثلا والدي نيم. طبعا تلاحظ حاجه، احنا ما عندناش ان احنا نقدر نكتب الا دي. احنا عندنا لو عندك 20 كولوم وعايز تجيب منهم 19 وتسيب واحد، هتكتب ال 19 يعني. ده يعتبر عيب من العيوب اللي موجوده في الجمله. لما بقول هنا على اساس ان الجمله بتتكون من سيلكت وفروم، بحط وير كاساس يعني، هي كجمله كحاجه مكون اساسي من جمله سيلكت يعني. فلما بتحط وير واي حاجه فهي بتريترن ترو يعني، وير 1 فهي 1، او وير 1 بيساوي 1 هي 1، او ترو يعني، وير 2 ترو، وير اي حاجه اساسيه ثابته بتبقى بالنسبه له يعني اوكي يعني. بس هو بيبقى اساس ان هو بيحاول يحافظ على الايه؟ ان سيلكت فروم وير دي جمله ايه؟ جمله واحده اساسيه بالنسبه له يعني. تمام. لكن لو ما كتبتهاش برضه مفيش ايه؟ مفيش مشكله يعني، الستاندرد برضه العادي شغال. فكده اهو جاب لي التو كولومز اللي احنا ايه؟ اللي احنا عايزينهم. طيب قلت له كويس. لو احنا طبعا الاولويات في العمليات الحسابيه بتاعتنا، احنا عندنا في العمليات الحسابيه الاساسيه اللي هي الاريثماتيك اوبريتورز الاساسيه، احنا عندنا في الاساس في الاول بنبدا بالضرب والقسمه، دول لهم اولويه اولى، تمام؟ وكان عندنا الجمع والايه؟ الجمع والطرح، دول اولويه ايه؟ اولويه بعدين. يعني لما اجي اقول 7 زائد 3 في 2 واكمل بقى زي ما بكمل، فهو بيبدا الاول 3 في 2 وبعد كده بيرجع يجمع يوم الايه؟ يجمع يوم السبعه. طب لو انا جيت عملت كده 7 على 3 في 2، ففي الحاله دي الضرب والقسمه الاثنين على نفس الايه؟ على نفس المستوى، فيمشي القاعده الاساسيه بتاعت اللغه اللي هي من الشمال لليمين، من الشمال لليمين. لكن لو انا عايز اضرب 3 في 2 الاول، طبعا عندنا اللي بيضرب القاعده دي كلها اللي هو مين؟ الاقواس. وابدا اشتغل بالقوس، احدد لو انا عايز ابدا بحاجه معينه. طب لو كان في كذا قوس يعني، لو انا عامل كده، طب لو كانش في جوه يعني، كان كده مثلا يعني 2 مثلا 4 مثلا الشمال، برضه نرجع للقاعده الاساسيه برضه نبدا اليمين ومن جوه الايه؟ من جوه لبره، تمام؟ دي اصلا دي اساس في كل اللغات، مش بس الاس كيو ال يعني، مش بس الاس كيو ال. طيب الايه؟
اللي هو باقي القسمه يعني. مظبوط. طب لو انا جيت قمت قايل له ايه؟ انا هشتغل مثلا على مكان عندنا مش عندنا تيتشر صح؟ عندنا تيتشر ولا كانش موجوده؟ لو كان عندنا تيبل اسمه تيتشر مثلا، وجيت قلت له انا والله عايز مثلا النيم، افتكر الفيلدز كده مع بعض، او كان اسمه ايه؟ اف نيم، وكان عندنا الفون مثلا. تعال نبص كده، مثلا لو عملت جو كانش فيه اف نيم، كان عندنا ايه؟ نيم، مش فاكر كان اسمه ايه. نبص على التيتشر كده، مش عايزين ده، احنا عايزين نرجع كده باك، خش كده على الداتابيز، اسم الداتابيز تيتشر اهو، عندنا نيم، عندنا ايه تاني قلنا؟ احنا قلنا النيم والفون، مفيش فون صح؟ مفيش فون، عاملين غير في النيم وهو مفيش فون اصلا. طيب انا اتخيل مثلا ان ايمان علي دي مش مكتوب لها مثلا كده، مثلا دي اللي هي الايه؟ الرانك، الدرجه. وجيت قمت قايل ان انا عايز النيم وعاوز الرانك، تمام، من التيتشر. تمام، لما جيت كده جاب لي الايه؟ ادي الرانك وادي النيم. ممكن كنت ابقى عايز الرانك الاول وبعد كده الايه؟ وبعد كده النيم يعني. طيب من الطبيعي ان احنا ساعات بيبقى عندنا بعض البيانات بتبقى ناقصه، طب عايز دايما نتعامل معاها في ال، عايزين نتعامل معاها مثلا في الاسكيو سوفت وير. ففي عندنا فانكشن اساسيه دايما بنستخدمها لحاجه اسمها الايز نال، عشان لما يكون القيمه فاضيه نقدر ايه؟ نعرض شيء اخر، او نبقى عارفين مثلا بحاجه تكون مش محدده يعني، حاجه تكون مش موجوده يعني. طيب لو جيت قمت قايل له، طيب انا لو جيت قلت عرض لي مثلا الرانك وعرض لي النيم، تمام، وجينا قمنا قايلين كنت قايل له مثلا انا عايز اعرض الرانك تاني، بس هعرضه بحاجه اسمها ايه؟ از ايه؟ از نال. فبحط له الرانك ده اللي انا عايزه الاولاني كوما، وبحط اللي انا عايز اعرضه لو كان الرانك فاضي. فهو هيعرض الرانك كده كده، هو هيعرض الرانك كده كده، تمام. هو اسمها مش از نال، عندنا نوت في الماي سيكوال اسمها اف نال، بيعرض الرانك كده كده، ولو ما كانش الرانك موجود خلاص بيبدا يعرض لك الجمله بتاعتك. مثلا لو قلت له كده، فكده معناها ان هو معنى الجمله دي انه دايما هيعرض الرانك في حاله ان النال هياخد الايه؟ هياخد الطرف الثاني اللي هو هيطلع الكلمه اللي انت عايز تعرضها يعني. فقلت له ماشي، انا لو عملت كده خلاص فانا طبعا كلهم طالعين عادي، بس هنا طلع لي نفسي وهم هم ما طلعتش، تمام. هو المفروض كان يبقى كانت تبقى ظاهره. طب ما هو وارد يكون بسبب ايه؟ حد جه يفكر معايا؟ لو رجعنا على تيبل تيتشر تاني، ممكن يكون ما كانش نال، هو كان سبيس صح؟ فكان سبيس، فهو كان شايف ان ديت نال، فما تعاملش معاه ان هي نال، لان يعني النال غير الايه؟ غير السبيس زي ما انتم طبعا عارفين. عارفين ولا مش عارفين؟ طيب انا رجعت نفس الجمله هي هي، بس يعني ايه الديفولت الاصول يبقى نال؟ احنا اللي مسحناها دلوقتي كان كل البيانات كامله، احنا مسحناها عشان نجرب ايه في نال، خلاص. فالنال في حد ذاتها هو يعني قيمه لم تحدد، فاهمني ازاي؟ قيمه من غير موجوده، غير موجوده يعني. لما اجي اقول لك انت عندك جيب، لو موجود فاضي فهو جيب، خلاص، غير لما يكون اصلا ما فيش جيب اصلا، دي النال بقى، فهمتني؟ ففي فرق، فالقيمه لو موجوده ولو فاضيه فهي قيمه، تمام، غير لما يكون القيمه اصلا ما لهاش ايه؟ ما لهاش وجود، وفي فرق ما بين الاثنين يعني. ف
فقلت له ماشي انا بس بجرب الاي اف نال في حاله ان هو رانك هيطلعها، في حاله لا هيطلع اللي جنبيها. طبعا انا بتكلم بسرعه عشان دي ريفيجن يعني، فاللي يبقى شايف ان في حاجه مش فاهمها او عايز يسال يسال يعني، تمام؟ يعني مش عارف ايه اللي واقع منكم وايه اللي موجود، فبنعمل ريفيجن سريع. طبعا تلاحظ ان هو تنطلع عند ايمان علي ان هو ايه نوتس يت، وهنا طبعا عندي هي طالعه نل، بس هي طبعا مش متسجله كلمه نل، هو بس مجرد العرض، مجرد العرض يعني، مش زي داتابيز تانية عندها حته تخلف شويه بتسجل كلمه نل ذات نفسها، تمام؟ يعني عشان تورينا ان في نل يعني. دي طبعا افشل داتابيز حصلت يعني في التاريخ يعني. بس اللي هي ماي اس كيو سيرفر مش بعيده يعني. نعم؟ لا لا النل ما عندهاش، اللي هو الاس كيو سيرفر بتسجل كلمه نل ان يو ال ال، ولو انت عامل يونيك على الفيلد تقول لك في اثنين نل، ولو انت سجلت كلمه نل تقول لك ماشي اوكي تعتبرها نل، مش تعتبرها كلمه نل. ده واخد بالك من ال كارثه طبعا. ايه؟ احسبها سترنج نل يعني، انا كلمه نل يا ريت يحسبها سترنج نل، يا ريت يحسب لو حسبها سترنج نل يبقى صح، ولو حسبها نل ما علينا ما علينا ما علينا يعني، هي فيها شويه حتت كده غبيه بس ما علينا، مش قضيتنا يعني. طبعا يعني هي اعتبارات بسيطه، ممكن يكون في فيرجنات تانية بداوا يتداركوها يعني، بس كانت مشهوره يعني، هتلاقي احنا بنجربها كانت موجوده بالشكل ده. طيب احنا كنا اخذنا الامر ده الجميل ده، احنا كنا ملاحظينه واحنا مشغلينه، احنا مشغلين نفس الجمله دي معلش، ان الكولوم نيم هنا فوق تمام بيطلع بنفس الامر اف نل رانك نوت يد، الكلام يعني شكله مش كويس تمام. انا طبعا ممكن اخش على الايديت من هنا، وهنا بنعمل حاجه اسمها الالياس، والالياس دي نعم عشان يبقى في، بس هي ليها ثلاث طرق، ليها ثلاث طرق. الطريقه الاولى انا اكتب بعد ديت اقوم كاتب از، وبعد كده اقوم كاتب العنوان بتاعي مثلا نيو رانك مثلا تمام، و ادوس جو، فادي ايه العنوان بتاعي ايه جه تمام كويس جدا. الشكل الثاني ان انا اجي اقوم شايل كلمه از اصلا من اساسه، ودي الاسهل تمام، والاسوأ يعني الأسوأ الأسهل إنك تحط، الأفضل إنك تحط از عشان لما عينك تقع يعني تعرف، لأن كده أنا بتخيل إن نيو رانك ده ممكن يكون كولوم جديد أو فيلد موجود في التيبل، فممكن بيعمل ساعات إيه بيعمل لخبطة، فتقول إيه ده هو نسي الكوما ولا إيه، فتحس إن في لخبطة يعني. فبس هو موجود، بس هو أسلوب موجود. الأسلوب الثالث اللي ناخد بالنا منه لما تكون الكلمة فيها سبيس هيبدأ يضرب، أقول لك طب أنت سميت الفيلد نيو، طب أمال إيه بقى كلمة رانك دي؟ فيبدا يضرب عليها تمام، لانه مش هيقدر يفهمها. فانت في الحاله دي طلع لي ايرور على الكويري، في الحاله دي انت بتضطر انك تعمل ايه؟ او سنجل كوت او اي شيء ما بين الكلمه عشان يعرف ان دي كلها كلمه متصله، طالما ان فيها سبيس، طالما ان فيها ايه؟ طالما ان فيها سبيس، في الحاله دي هيبدا يقبلها. طيب يقبلها برده لو معاها از او من غير از، صح ولا ايه؟ لو عملت از كده خلاص يقبلها برده، هي نفس الفكره يعني. يبقى احنا عندنا بس ناخد بالنا بس من الدبل كوتيشن، ناخد بالنا تيجي من غير از، وناخد بالنا ان هي بتيجي باز وخلاص، دول كلهم بالنسبه لنا الايه؟ الالياس اللي احنا عايزين نتكلم عليه. تعالى بقى نتكلم عن حاجه اسمها الكونكات. الكونكات موضوع برضو شهير بسيط. احنا في التيبل بتاع التيتشر عندنا مثلا السيتي، صح؟ قلت له ماشي، لو احنا جينا مثلا فكرنا وجينا انا عايز النيم كوما، عايز مثلا الجندر ماشي، وعايز مثلا السيتي، بس عايز اقول هو عايش في كذا على طول على بعضها يعني، عايز اقول هو عايش في كذا. هنا في عندنا حاجه اسمها الكونكات، ممكن نعملها برده مع الرانك، على سن الرانك برده ممكن يتضم للاسم، صح ولا ايه؟ فانا ممكن اقول له مثلا ايه كونكات، هنا عندنا في فانكشن اسمها كونكات، يخسر كونكاتونيشن يعني كونكاتونيشن، وقلت له انا عايز اجيب الرانك ده الايه الجزء الاول كوما، و بعد الرانك بعد الكوما بتاعت الرانك يعني عايز احط داش مثلا، بعدين كوما احط الايه
النيم. فبقى هيطلع الرانك وشرطه والايه والاسم او كولون او زي ما انت عايز يعني. طبعا ممكن تحط زي ما انت عايز اعداد يعني ورا بعض. ف لو جينا جربنا دي الاول كده قال اهو بروف دكتور فاروق، بروف دكتور عوض، بروف دكتور هشام، دكتور احمد كده الى اخره. طيب لو جينا عملنا كده نفس الكلام حبينا نعمله مثلا في ايه تاني على نفس الفكره هنا في الكونكات مثلا وليكن على ال طبعا هنا هو برضو احنا محتاجين هنا تيتشر نيم مثلا صح؟ يعني كاليس كونكات تاني وحبيت مثلا نقول له ان هو عايش في مثلا باخد كومه وبحط الحاجه اللي انا عايزها السيتي مثلا ماشي ونديله مثلا خليها سيتي زمان مش مشكله مثلا. فعايز اقول ان عدد انا عايز المثال عشان اقول لك ان عدد البارامترز على حسب ما انت محتاج تمام على حسب ما انت ايه هنا اديت 1 2 3 هنا اديت 2 طبعا اقل حاجه 2 هتكون كانت واحد مع نفسه يعني تمام. طيب ف بقوا فاري طلع لي البيانات كده ايه مرصوصه زي ما احنا ايه زي ما احنا عايزين بالظبط تمام. دي الايه دي كانت فكره الكونكات. طيب لو انا جيت قلت انا عندي كام رانك جامعي لو انا عندي كام رانك جامعي فانا وجيت قمت قايل سيلكت رانك فروم تيشر عادي وقلنا جو هنلاقي نوت ادي ايه بروف دكتور بروف دكتور بروف دكتور دكتور مستر بروف دكتور دكتور لا انا عايزهم مثلا ملخصين مش عايز انا ال عايز اليمينيت الدبليكيشن بس انا عايز اعرف بس ملخص كده ايه الرانكس اللي عندي على طول مباشره يعني. عشان اقدر اعمل ده ف واحد فين ال كنت لسه مسيبها ماشي